الفوندو. اليوم في فقرة الفوندو باش نسافر بكم للمكسيك وتحديدا في مدينة تيوتي هواكان في العاصمة، وين باش نحكي لكم على موقع أثري مزيان برشا اللي هو هرم الشمس، وهو أكبر مبنى في تيوتيو هواكان وواحد من أكبر المباني في وسط أمريكا. تيوتيو هواكان موجودة في القرب من مدينة نيو مكسيكو، وكانت مدينة قديمة تركوها سكانها الأصليين حوالي عام 200 بعد الميلاد، وموجود فيها هرم الشمس الموجود فيها على طريق الموت، وهو طريق يمر بين هرم أصغر يسمى هرم القمر وسيودا ديلا وظل الجبل الهائل في سيرو غوردو. والهرم هو بناء معقد موجود في قلب المدينة، بناوه الأستك اللي كانوا يسكنوا في المكسيك وتبني حوالي عام 200 بعد الميلاد. أطلق شعب الأستك على البناء هذا اسم معبد الشمس وقت اللي كانت تيوتي هواكان المدينة المهجورة من سكانها الأصليين قبلها 100 سنين. تبني الهرم على مرحلتين، المرحلة الأولى تمت نحو عام 100 بعد الميلاد وين وصل حجم الهرم للحجم الموجود عليه اليوم. خلال المرحلة الثانية تبنيت منظة التضحية على المصطبة العالية على قمة الهرم، إلا أنها مش موجودة حتى لليوم. تبلغ مساحة الهرم 225 متر مربع ويبلغ ارتفاعه نحو 63 متر، وهو بهذا يولي ثالث أكبر هرمات في العالم، يعني ما يفوتوا كان الهرم الأكبر في الجيزة بمصر وهرم خفرع. يبلغ ارتفاع الهرم الأكبر في مصر 146 متر، وحتى يكون ارتفاع هرم الشمس أقل من نصف ارتفاع الهرم الأكبر بالجيزة. وبعد بداية القرن الثالث بعد الميلاد أضيف للهرم مصطبة أودوسادا في نفس الوقت اللي تبنيت فيه سيودا ديلا وهرم الحية ذات الريش. يعتقد أن هرم الشمس بنيه شعب تيوتي وهواكان لتبجيل واحد من إلهتهم، إلا أنه اسمه وشكلها غير معروف، مع العلم بأن منظمة التضحية كانت قد اختفت واللي ربما كان من الممكن باش نلقاو عليها اسم المعبود اللي يعبدوا فيه وقتها. يعتقد بعض الباحثين في نظرية أن العبادة كانت تخص أم إله، إلا أن هذا من ضرب الظنون. قام ليوبولد باتريس في عام 1906 بفحص هرم الشمس، ثم تلا ذلك حفريات متعددة تمت حتى وقتنا الحديث خلال العوام 2008 حتى 2011، وين عثر الباحثين على 5 أماكن دفن الموتى وهي جميعها موجودة على ارتفاعات مختلفة في داخل مبنى الهرم. ولقاوا في الهرم وحولوا بالقرب منه على قطع أثرية قليلة، من ضمنها رؤوس رماح من أحجار الشبج وتماثيل صغيرة تمثل الإنسان. ولقاوا زيدا على أثار مماثلة بالقرب من هرم القمر وهرم الحية المجنحة وكذلك في سيودا ديلا. ولقاوا في أركان الهرم مقابر الأطفال يبدو أنها كانت موجودة أثناء طقوس دينية، حيث يبدو أن التضحية بالأطفال كانت من طقوسهم الدينية. يوم 20-21 مارس من كل عام يتدفق الآلاف على هرم الشمس في المنطقة الأثرية للتعرض لأشعة الشمس مع الاعتدال الربيعي، وبالتالي يزور تلك المدينة القديمة عدد كبير من السياح في كل عام ويزوروا أهراماتها ومواقعها الأخرى اللي تعبر على المجموعة الشمسية. كانت هذه فقرة الفوندو لليوم مع هرم الشمس. الفوندو